تكبيدهم خسائر هائلة في العدة والعتاد والأرواح. تعاني المدنيين لنقص حاد في مادة الخبز وأغلب المواد الغذائية. وأننا نعود ونكرر عبر شاشتكم، نطلب نداء استغاثة للمدنيين المنكوبين من أهالي بلدة الهجة وعين تينا وكودنا والرفيد وعين فريخة وقصيبة وسويسة وغدير البستان. ونخص بالذكر مجلس المحافظة لتقديم المواد اللازمة للمدنيين المنكوبين النازحين. أننا نطلب من المنظمات الإنسانية والإغاثية أن تمد أهلنا في الريف الجنوبي من المحافظة عبر مجالس المحلية المتواجدة في الريف الجنوبي. نعم أخي الكريم، هذه هي آخر التطورات والأحداث في محافظة القنيطرة وريفها. نعم، كان معنا من مدينة القنيطرة أبو علي الجولاني مراسل شبكة شام، شكرا جزيلا.